إلى فقرة العربية نت مع هبة فارس. هبة، صباح الورد. صباح الفل. مروة وعقل، بيكم يوم ورد وفل يا رب دايما. خلينا متفائلين. حديقة صباح الخير مشاهدينا. نبدأ من السعودية وقصة معنفة أبها، حيث أكدت إمارة عسير ما نشرته العربية نت أن معنفة أبها لم تتعرض للضرب أو أي نوع من الأذى الجسدي، وأن الصراخ هو تسجيل صوتي مركب. أوضحت الإمارة أنها توصلت إلى هذه النتيجة بحسب ما أكده الكشف الطبي، كما لم تقدم الزوجة أي شكوى رسمية ضد زوجها. نبقى في السعودية والطفلة سديم النهدي التي تتحدث اللغة العربية الفصحى بطلاقة تثير الإعجاب. عمرها 13 سنة، تكتب وتشارك في ورش كتابة القصة القصيرة لمدارس الأطفال في الظهران شرق السعودية. سديم تحدثت عن قصة لن أفشي سرا بعد اليوم التي كتبتها لكونها أفشت سرا عن إحدى زميلاتها، ما دعاها لتوثيق تجربتها بأسلوب قصصي مشوق. ننتقل إلى مصر. في بين عامي 1847 و1878 حاول حاكمان هدم الأهرامات والاستفادة من حجارتها لبناء المشاريع، لكنهما تراجعا في اللحظة الأخيرة بناء على نصيحة من خبراء إنجليز وفرنسيين. القصة رواها الباحث في التاريخ شعيب عبد الفتاح، مؤكدا أن أحدهما محمد علي باشا طلب هدم الأهرامات والاستفادة من حجارتها لبناء القناطر الخيرية، لأنه كان لا يملك أموالا كافية لبناء هذا المشروع الضخم. تفاصيل المحاولة الثانية التي فكر فيها الخديوي عباس حلمي الأول تجدونها على الموقع. إلى اللغة العربية، وبحسب اللغويين العرب القدامى هناك عدد كبير من الكلمات العربية تعود إلى أصل أعجمي أو معرب. لمن لا يعرف، هناك حروف عربية تجعل كلماتنا غير عربية، مثلا حرف الجيم مع حرف الصاد تصبح الكلمة غير عربية، مثل صهريج أو صولجان. أيضا النون مع الراء تجعل الكلمة معربة، مثل نرجس. هناك أمثلة أخرى كثيرة موجودة على الموقع. نختم بالأخيرة، قصة الفيسبوك المتفاعلة مؤخرا، فبعد أن اتهم الرئيس التنفيذي لشركة أبل موقع فيسبوك صراحة بأنه يبيع المستخدمين ولا يبيع الخدمات، جاء الرد عنيفا من الرئيس التنفيذي للفيسبوك مارك زوكربيرغ قائلا: أبل لا تهتم إلا بالعملاء القادرين على الدفع. هذه كانت بعض من أخبارنا. المزيد على صفحات العربية دوت نت. عودة إلى مروة وعادل. عايزين تهدوا الهرم؟ مش إحنا، حكامكم اللي عايزين. شكراً. عفواً.